أعمال فنية متميزة تماهت مع جمال المكان وعبق التاريخ. كانت نتاج ملتقى أغافي للتصوير الزيتي الذي عاد إلى أروقة المتحف الوطني باللاذقية التي انطلق منها في عام 2015. الغاية كانت الملتقى هو تقارب الجيل الشاب مع الفنانين المخضرمين، وأرجو أنه نكون حققنا هاي الغاية وهذا الهدف. اليوم كان في مشاركة من فنانين مخضرمين لهم اسم في عالم التصوير الزيتي، شارك هذا الملتقى مجموعة من الشباب، استفادت من خبرات فنانينا المخضرمين. كل التوفيق لفنانينا بالملتقيات القادمة إن شاء الله. الملتقى كان شيء كتير جميل، أنه نجمع الفن والفكر والأمور الراقية لحتى ندخل لمكنونات المجتمع، نحن نضوي على إشكالياته بواسطة الفن، نجذب المجتمع ونرتقي فيه لحتى يعالج مشاكله وهمومه وكل القضايا اللي جواته من خلال الفن. المشاركين هم من فناني اللاذقية، وعبروا خلال الفترة القصيرة اللي هي 6 أيام أو 7 أيام عن أعطوا ما عندهم من إبداعات من خلال الأعمال التي تشاهدونها الآن في هذا المعرض. الملتقى يقام بالتعاون بين مديريتي الفنون الجميلة وثقافة اللاذقية ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جامعاً بين نخبة من فناني اللاذقية ومواهب شابة. مجموعة من الفنانين الكبار أوكي شاركوا بهذا الملتقى، فحبيت تكون موجودة بيناتهم وتكون هاي العاطفة والحام والمشاعر اللي بيناتنا أوكي تنتقل خلال المكان اللي هو المتحف واللوحة. أنا تأطرت أعمالي هون ثلاث أعمال باسم الملتقى اللي هو أغافي الأسطورة، بس برؤية أغافي المعاصرة، أغافي المرأة السورية المعاصرة وليست المرأة الضحية اللي تم تقديمها قربان. لسبب كانت أعمالي أنا مقيدة ضمن هذا إطار عنوان العمل. 30 عملا فنيا تميزت بتنوع الموضوعات، أبرزت عمق وخصوصية تجربة كل فنان، مشكلة حالة حوار فني بصري أضفت طابعها على جمالية المكان وعراقته.